يسعد أوقاتكم أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا فيكم. بشكركم لمتابعتكم ودعمكم المتواصل للقناة. راح أعملكم اليوم مقبلات كتير طيبة ولذيذة، راح تستفيدوا منها لرمضان، اللي هي أفخاذ الدجاج الكذابة أو المغشوشة. كتير طيبة، بتنعمل إما بالبوف بيستري أو بالعجين. أنا عملتها بالجهتين، لكن حبيت بالعجين، حبيت طعمها أحسن. المقادير إن شاء الله راح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف، وبتمنى تعجبكم الوصفة. ولو بدكم أي سؤال اكتبوا لي تحت الفيديو، إن شاء الله راح أجاوبكم. وهلأ خلينا نحضرها سوا. هلأ راح نحضر حشوة الدجاج. أنا ما عندي مسحب، فراح أستعمل دجاج كامل. راح أحط معه قرفة، جزر، وبصل كامل، غار، وثوم. راح أغمره بالمي المغلية وأطبخه لحتى يستوي. هلا راح أشيل الرغوة هاي أو الزفرة اللي بتطلع، وبس أتأكد إنه بطلت تطلع خلاص راح أضيف الملح وهيل قرنفل و فلفل أسود حر. أنا ما حطيتهم بالأول لحتى ما يطلعوا مع المي. هيك بعد ما استوى معنا الدجاج راح نفسخه. الشوربة طبعا اللي طبخناه فيها راح نستعملها ل نعمل فيها شوربة شوفان، شوربة خضار، يعني ما راح نكبها، خاصة انه احنا طيبناها، حطينا عليها مطيبات وجزر وبصل. الجزر اضافة كتير كويسة لحتى زنخة الدجاج تروح، فبنصحكم تحطوا جزر، قطعة جزر صغيرة، شايفين بهذا الشكل. وهلأ بعد ما فسخنا الدجاج حضرنا الخضار اللي احنا حابين نحطها معه. انا هون حاطة بصل ابيض وبصل اخضر، فلفل رومي، جبنة تشيدر وموزاريلا، جزر مبشور، بازيلا، ذرة، دبس رمان. وهون حطيت البهارات السبعة، فلفل أسود، كركم، وملح. حطيت شوية زيت. هلا بدي أحمص البصلة، أدبلها شوي. بدي أضيف شوية ملح، وأنا ملح الدجاج بس هاي عشان البصلة وعشان الخضار. هلا بس تشوح شوي راح أضيف الدجاج. أعطيه نكهة البصل. بعدين أنزل الخضار بالتدريج. هلا راح نضيف البازيلا. والذرة. وراح أحركهم شوي. يضل عندي الجزر والفليفلة. هلا انتوا لا تتقيدوا في الخضار اللي انا حطيتها، ممكن انتوا تحطوا على هوا ما بتحب عيلتكم. ممكن تحطوا كمان بطاطا مبشورة لو حابين، فلفل الوان، او حتى ممكن دجاج لوحده، انتوا زي ما انتوا حابين الحشوة تكون اعملوها.
هلا بنزل الفلفل والجزر، وبرضه بخليهم شوية على الغاز بس لحتى يتنكهوا مع بعض، واحس انه الخضار نوعا ما طرية، ما بنيها تستوي كتير بس يعني مجرد تطرى شوي. وهلا راح اضيف دبس الرمان والبهارات. الجبنة لو حابين تضيفوها في هاي المرحلة ممكن، او لو حابين عند الحشو تحطوا على كل حبة بحبتها. انا ما راح اضيفها مع الحشوة، راح اضيفها عند التشكيل بالنهاية. يعني حتى هاي الحشوة فيكم تستعملوها للسمبوسة كمان كتير طيبة. انا نزلت لكم على القناة حشوتين للسمبوسة كتير طيبات، راح احط لكم اياهم، راح احط لكم اياهم بصندوق الوصف. شوفوهم كتير ناجحين وطيبين. لا، في كمان اقتراح، لو حابين تستغنوا عن دبس الرمان بس تبرد الحشوة، ممكن تحطوا عليها مايونيز او جبن كريمي. خلاص هيك استوت، شايفين ما في مي، ما في اي سوائل تحت. هلا راح اطفيها واخليها لحتى تبرد ونجهز العجينة سوا. لتحضير العجينة راح نحتاج لطحين، ملح، وبيكنج باودر، وسكر، زبدة، ومي. بنحط كل المكونات على بعض وبنفركهم في كمية الزبدة لحتى يصير زي الرمل، بعدين بضيف عليهم المي وبعجنهم. هلا راح اعجنهم بالمي لحتى تصير عندي عجينة متماسكة. هيك بكون قوام العجينة. هلا راح ادهنها زيت وادهن الصحن زيت واخمرها. كمية المي اللي احتاجتها نص كوب، وهون اقل من الربع. هلا فيكم تفردوها طويلة زي ما عملت لكم بأول الفيديو، أو فيكم تعملوها كرات، هيك صراحة أسهل لحتى نخلص بسرعة وما نضل كل شوية نريح العجينة. فبنفرد الكرات على شكل بيضاوي بالطول، بحط حبة البطاطا بهذا الشكل، وبعدين بحط الحشوة على الطرف العلوي.
بضغط الحشو كويس لحتى تمسك عليها العجينة، وبغطي العجينة من الطرفين. حاولوا اعملوا لها شكل الفخذة ورتبوها. وهي الكمية خلصناها، هلا رح نغطسها بالبيض والبقسماط. البيض هون رح أحط عليه ملح وفلفل أسود وبهارات السبعة، نفس ما حطيت على الحشو. وبرضو بالنسبة للبقسماط نفس الشي، ورح أحط شوية ملح هون شوية ملح هون. هلأ بنغطسهم في البيض، بعدين في البقسماط. هاي الكمية عندي اللي عملتها، راح أفرزها، وبعد ما أفرزها طبعا بطول على الحاجة وعلى زيت سخن على طول، زي الكبة بالضبط، زي السمبوسة المفرزة. وهيك بكون الفيديو لليوم خلص، بتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. أنا بالنسبة إلي زي ما حكيت لكم حبيت الطريقة بالعجين اللي بنعجنها في البيت أفضل من البف بستري. لا تنسوا في النهاية تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير للوصفة على صفحاتكم. استودعكم الله وإلى اللقاء.